انا قلت كده. سلام بقى انا ابوك عشان الوقت اتاخر. فل يا حمصه حبيبي. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اساليني حضرتك. انا ما بعملش حاجه غير انك بتسالي. اتفضل. يعني انا ممكن بس اكلم المحامي بتاعي؟ ما كان من بدري. فكره كويسه جدا. اتفضلي كلمي المحامي. التليفون ده فيه دولي لونج ديستنس؟ لا. طيب حضرتك عندك موبايل اقدر استلفه عشان اعمل مكالمه؟ طب ما تستعملي موبايل حضرتك، مش معاكي موبايل؟ ما انا ما عملتش رومينج، ما لحقتش اعمل رومينج. أصل ده المحامي بتاعي، يمكن يكون عارف أي حاجة، فهحاول إن أنا أكلمه. ميرسي ميرسي، شكرا. اسمه مصطفى طارق. مصطفى طارق. مصطفى طارق. مصطفى أهو، مصطفى طارق. أوكي. ازاي رقم مش موجود في الخدمه؟ هات يا جرب. هات يا جرب. مصطفى طارق. مصطفى طارق. بس هو حضرتك نقل الرقم غلط، بس مش اكتر. اوكي الرقم هكلمه مش محتاج. مقفول. مقفول ليه؟ معرفش ليه. اعرف من هو مقفول. اعرف انا منين؟ لا انا بقول ليه مصطفى قفله دلوقتي، مش وقته. حضرتك اضرب مصطفى بقى. تقعدي هناك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو الغزال قاعد لوحده ليه؟ ها؟ البايك يا علي. ايه ده ايه ده ايه ده يا شبحين اللي انتوا بتعملوه ده؟ تخص تخص مين يا بطل؟ خليك في اللي انت فيه. لا انت عندك يا اللي الكلام عندك، خليك فهمان. لا 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 ده طلع فهمان. يلا يا عم شكلها ما حد يخصها. يلا يا عم مش طالبه خناق، ليلتك جميله خلصانه.